في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، درسنا اليوم في الفتاوى والأحكام، وصاحب السؤال يقول: إن الأمراض الخلقية المتفشية بين الناس مرض الغيبة، نريد توضيحا لمعناها وما تتحقق به، والباعث عليها وأثرها، وما هو علاجه. الجواب: الكلام عن الغيبة يكون عن عدة أمور. أولا، تعريفها، هي ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. سواء في ذلك أن يكون ما يكرهه الإنسان في بدنه أو نسبه أو خلقه أو قوله أو فعله أو غير ذلك، من المأكل أو المشرب أو الملبس. وقال الحسن: ذكر الغير على ثلاثة أنواع: الغيبة والبهتان والإفك. فالغيبة أن تقول ما فيه وهو غائب عنك، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن لم يكن فيه فقد بهته. والإفك أن تقول ما بلغ، الإفك أن تقول ما بلغ، يعني يتناقله الناس. أنت سمعت سوءا، فإذا نقلته وقلته بين الناس هذا إفك وبرضه كذب. ليه؟ لأنك لم تتحقق من قول وإنما بلغ. المفروض طبعا إيه؟ المسلم يحب الستر، وهذا خلق من أخلاق الحق تبارك وتعالى. إن الله ستر يحب الستر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: فالإفك أن تقول ما بلغ. زي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم، يعني بلغهم فأخذوا يشيعونه فأصبح إفك، لأنه لم يرى حد شيء، هذا إفك. هذا تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان فيه. وسمي الغيبة لأن الشخص المغتاب لا يوجد أمامك، فهو المغتاب يستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول. يعني المغتاب يقال للقائل، لقائل الغيبة، والمغتاب يقال لمن قيلت فيه الغيبة، يعني مغتاب ومغتاب. القرينة طبعا هي التي تحدد الأمرين، تحدد الفاعل اللي هو القائل، وتحدد المقول فيه. ما تتحقق به الغيبة؟ الأمر الثاني: الغيبة قد تكون باللسان، وقد تكون بالإشارة، وقد تكون بالمحاكاة والتقليد، بل قد تكون بالقلب وانعقاده على العين
وهو سوء الظن. يعني تكون بالقول وتكون بالإشارة. واحد مثلا مارد، فأنت تغمز لأخيك الجليس بعينك، وهو يفهم من الإشارة دي يعني أن هذا عيب، أن هذا فيه عيب، أو الذي كنا نتكلم فيه مثلا هو هذا، إشارة بالإصبع أو بالعين. القرآن قال: ويل لكل همزة لمزة، اللي هو الهمز واللمس بالعين أو بالإشارة باليد أو بالرأس، زي ما الناس يعملون يعني. يعلم خائنة الأعين وما تخفي، هي دي خائنة الأعين. وتكون بالمحاكاة والتقليد، واحد يعرض يقلده في العرض، واحد لسانه أهتم أو ألسر يقلده في ذلك، واحد مثلا يمشي مشية غير معتدلة يمشي زيه بالمحاكاة، يعني يفعل مثل ما يفعل على سبيل التنقيص. بل قد تكون بالقلب والانعقاد، بمعنى هي إساءة الظن، يعني واحد مارد أنت تسيء به الظن، لقيته طالع من البيت فظننت به سوءا. وده منهى عنه: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، كما ورد في صحيح مسلم. القرآن نهى عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. وإذا تكون باللسان وبالإشارة وبالقلب. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: دخلت علينا امرأة فلما ولت مشت أو مأت بيدها أنها قصيرة، يعني عملت كده قدام النبي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اغتبتيها، اغتبتيها، يعني هي لم تقل شيئا انما اشارت بالقصر، فعلمها صلى الله عليه وسلم ان هذا ايه؟ غيبة، كما رواه ابن الدنيا وابن مردويه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: حاكيت انسانا، يعني قلدته في القول في الفعل في المشي في أي شيء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. رواه الترمذي وصححه. يعني لو أعطيت شيئا كثيرا من المال في مقابل أنني أقلد أحدا بما يكره لا أفعل ذلك. ما يسرني أني حكيت فلانا ولي كذا وكذا، يعني مهما آخذ من المال فإني لا أحب ذلك، أن أقلد إنسانا، لأن هذا من الغيبة. ولو سمع إنسان شخصا يغتاب أحدا فرضي بكلامه واستلذه ولم ينكره كان شريكا له في الغيبة، لأنه رضي بذكر أخيه بالعيب. السكوت علامة الرضا، يعني إذا الغيبة تتحقق باللسان وبالمحاكاة وبالقول، وتتحقق بالرضا عن الكلام الذي يقال في الأخ المسلم، وبذلك يكون قد شاركه فيه في الغيبة في الإثم. الأمر الثالث في الغيبة بعد تعريفها وبعد ما تتحقق به:
أثرها في الدنيا، طبعا لها أثر، تفرق بين الناس وتورث العداوة والبغضاء، وفيها فضيحة هتك أستار، وقد تجر إلى ما هو أسوأ من ذلك. يعني أي واحد مثلا يبلغ مثلا أن فلانا قال فيه كذا وكذا، حتى ولو كان فيه، تجده يعني ينقلب رأسا على عقب، كيف يقول في ذلك؟ وكيف يفضحني بين الناس؟ وكيف ينشر هذا؟ يعني يغضب غضبا شديدا، ويخاصم طبعا المغتاب الذي قال فيه، وربما ضربه، وربما قتله. فيه ناس طبعا تقول كلمة وتكون سببا في القتل، قالوا مقتل الرجل بين فكيه، يعني في لسانه يقول كلمة فتكون سببا في قتله أو قتل غيره. بعض الناس لا عقل له، مجرد أن يعلم أن فلان قال فيه كذا يأخذ السكين، يأخذ السلاح وينهي حياته من غير تحقيق. والسبب هو المغتاب الذي يعني قال ذلك. هي طبعا يعني تورث العداوة والبغضاء وتنشر الحقد بين المسلمين. وبعدين فيها فضيحة وهتكو أستار، شيء مستور لا يعلم، حينما يذكر في مجلس أصبح إيه؟ معلنا. ولا يمكن ستره بعد هتكه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء من ضمن المشاهد التي رأى، رأى ثورا كبيرا يخرج من جحر صغير. قال ما هذا يا جبريل؟ هذا المثال إيه؟ قال هذه الرجل، هذه الكلمة يتكلم بها الرجل ثم يندم عليها، فيريد أن يرجع فيها فلا يستطيع. فهذا الثور يرجع إلى الجحر الصغير؟ ما يقدرش. كذلك الكلمة العظيمة يقولها الرجل ثم يندم عليها. الأمر الرابع الأسباب الباعثة عليها، على الغيبة. أسبابها طبعا كثيرة، منها الحقد والغضب والحسد ومجاملة الأقران وموافقة الرفقاء، يعني يتحدثون عن أحد فهو يجاملهم ويوافقهم. قد يضيف إلى ما قالوا مثلا شيئا آخر، وده الغالب في الغيبة طبعا. لما واحد مثلا يعني تؤتى سيرته مثلا في مكان، تجد كل واحد يعلم شيئا يقول، يقول وأنا أقول لك شيئا لا تعلمه، وده لا يكون في حاجة أكبر من هذا، وهي كذا وكذا. كل واحد طبعا إيه؟ يعني يهتك سترا معينا. ليه؟ مجاملة للأقران والرفقاء والموافقة في الكلام، والتقدم عند الرئيس لهدم المغتاب، وده غالب طبعا في المصالح، في المصالح الحكومية وغير الحكومية. يعني تجد المرؤوسين يذهبون إلى الرئيس ويقولون إيه؟ فلان فعل كذا وكذا وكذا، عشان ينال درجة عند الرئيس، يقول فلان ده دراع اليمين، شغال في أمن الرئيس، فعاد هو إيه؟
يتطلعان إلى عيوب المرؤوسين ويذهب طبعاً لا لأجل الإصلاح، لا، وإنما لأجل التقرب إلى الرئيس ولأجل أن ينال درجة وينال طبعاً الحظوة عند إيه؟ عند الرئيس. والهزل وإضاعة الوقت ضمن برضو أسباب الغيبة. واحد يذكر عيوب الناس يقول إيه؟ أنا لا أقصد شيئا وإنما أقصد المزاح. طبعا المزاح في الأمور الشرعية لا يصح ولا يجوز. القرآن لم يرضى بهذا، قال ولئن سألتهم ليقولن إيه؟ إنما كنا نخوض ونلعب. لا، يعني الإنسان الأمور الشرعية لا لعب فيها ولا خوض، لأن الخوض طبعا في كل شيء، هذا من صفات أهل النار حينما يسألون يوم القيامة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أي حد يتحدث في شيء نقول معه ونقول مثل ما يقول وأكثر مما يقول. لأن طبعا الخوض ده في الغالب بيكون على سبيل الهزل والمزاح، ولكن طبعا الأمور الشرعية طبعا لا مزاح فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يتبرأ من المزاح الذي يكثر المزح في الجد والهزل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لست من ددى ولا ددى مني. قال والدد هو ايه؟ كثير المزاح، لأن المزاح طبعا يجر للكذب. في حديث الترمذي يقول ويل، النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث ليضحك منه القوم فيكذب، ويل له ويل له، يعني تحذير من اللي هو ايه يقول نكت او ممكن يغتاب على سبيل المزاح ليضحك الناس بفلان. ولذلك اذا جاء فلان المغتاب وصل تلقاه ايه امسك عن الكلام، يحول ايه لناحيه تانيه. طيب يعني اتخشى الناس؟ والله حقا تخشى، يعني المفروض الانسان يخاف الله. اديك انت اول ما جاء المغتاب سكت ليه؟ خفت منه لئلا يرد عليك او يقول مثلا فيك كذا او يفضحك مثلا بعيب لا يعلمه الناس. في الغالب كده، لو واحد بلغه ان واحد ذكر فيه عيب يروح جايب هو عيب ممكن يكون خفي لا يعلمه احد، يقول ما هو عنده كذا وكذا وكذا. لذلك تلقاه يمسك عن الغيبه عند حضور صاحبه. وبعدين إضاعة الوقت، يعني في ناس كثيرة جدا يعني ما تلاقيش حاجة تشتغل فيها فتراه يشتغل بعيوب الناس يتخذها تجارة، ودي طبعا من علامات مقت الله تعالى للعبد، أن يملأ وقته بما يغضبه سبحانه وتعالى. أن القرآن قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن ضمن الأسباب الباعثة للغيبة أو على الغيبة التبرؤ من العيب لإلصاقه بالغير. يعني أحيانا واحد يذكر الناس مثلا يبرئ نفسه من عيب ليلصقه ايه بالآخرين،
يقول مثلا أنا أحضر مثلا من أول الوقت إلى آخره في العمل، أما فلان وفلان فيأتون الساعة 10، الساعة 11، يعني هو كده بيتبرع من العيب، وقد يكون فيه ليلصقه وإيه بالآخرين على حسابه، يعني يتقرب إلى الرئيس على حسابه. أو أنا أقوم بما يسند إلي، أما فلان وفلان فلا يقومان، يبقى كده إيه يتبرى من العيب ليلصقه بالناس. وقد يكون هو كذلك، لكن يحب يبرر نفسه، يمدح نفسه ويذم إيه الباقي. وطبعا أعظم أسباب الغيبة الحسد، هو تمني زوال النعم. تلاقيه ايه يقول فلان، احيانا يقول لك ربنا اداه، يعني هيقع في الكفر، ربنا اداه واداه واداه وهو ما يستاهلش نكله. طب انت عاد ايه زي ما قال سيدنا ابو حنيفه، قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله سبحانه وتعالى، يعني أنت كده بتعترض على الله مش عليها. يقول أعطاك وأنت لست أهلا لذلك. طب هل المولى يضع الشيء في غير موضعه؟ لا، نحن قسمنا بينهم معيشة الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية. ربنا قسم الأرزاق، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، يعني الأمور الدنيوية دي لا تدل على رضا الله عن العبد. لما شوف الكفار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة لي صلى الله عليه وسلم. فهذا لون من ألوان الحسد، هو طبعا يتمنى زوال هذه النعمة التي أعطاها الله لفلان. لكن لو هو عنده إيمان يقول اللهم ارزقني كما رزقت فلانا، هي الغبطة، يتمنى أن يكون مثله. ومن ضمن أسباب الغيبة طبعا غير الحسد السخرية والاحتقار، يعني واحد يذكر واحد بعيوب خلقية استهزاء به، فلان القصير، فلان الأكرد، فلان الأعور، فلان الأعرج، فلان يعدد إيه العيوب التي تنقصه. هذا لون من ألوان الاستهزاء السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والاحتقار هو تقليل الناس، يقلل من جانب، يذكر فلان يقول إيه فلان ده، ده كذا وده كذا، يقلل إيه من شأنه بالغيبة، فيذكر فيه عيوبا لا يعرفها الناس فيقللهم، يقلله في نظرهم. بل قد يبعث عليها الغضب لله تعالى، وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عامر بن واثلة أن رجلا مر على قوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فردوا عليه السلام،
فلما جاوزهم قال رجل منهم: إني لأبغض هذا في الله، أكرهه يعني في الله. فلما بلغه ذلك اللي مر وشهد المغتاب، اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له لماذا يبغضه في الله. قال له يعني إن فلانا يبغضني في الله، فسأله لماذا يبغضني في الله. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا تبغضه؟ فقال: أنا جاره، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة، يعني يقتصر على الفرض. فقال الرجل: وهل رأيتني أخرتها عن وقتها، أو أسأت الوضوء لها، أو الركوع أو السجود؟ فقال: لا، كما سأله عن مثل ذلك في الصوم، حيث لا يصوم إلا رمضان، وعن الزكاة حيث لا يتجاوزها إلا الصدقة، الصدقات الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: قم فلعله خير منك، قم فلعله إيه؟ خير منك. يعني أن الرجل إذا صلى الفرائض لا تجوز غيبته، لا تجوز غيبته، لأن النوافل دي فمن تطوع خيرا فهو خير منك. فانظر يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل قد يكون خيرا من الذي اغتابه. ليه؟ لأنه طبعا أهم شيء طبعا الإخلاص، أخلص دينك يكفيك العمل القليل كما قال عليه الصلاة والسلام. قد يكون مخلصا وقد يجهر بالفرض ولا يجهر بالنافلة. يعني المفروض الإنسان يحسن الظن، فلعله يصلي النوافل في البيت، ولعله يصوم ولا يدري به أحد، ولعله يتصدق ولا يعلم به أحد. هنا طبعا ما دام الفرائض عنده مقامة، يبقى إذن أركان الإسلام عنده ظاهرة وسليمة. أما النوافل فلعله من المخلصين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فلعله خير منك. لأن هذا لا يبغض في الله، لا يبغض في الله، إنما الذي يبغض في الله من ترك الفرض. لو قال مثلا: لم أره يصلي صلاة قط، أو لم أره يدخل المسجد، أو رأيته يفطر في رمضان، أو لم أره يزكي مثلا، أو إنه تارك للحج وهو مستطيع، هذا يبغض في الله. وهذا طبعا أمر جائز بل واجب، من أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، لكن لمن هو أهل للبغض، مش مجرد أي واحد يعني ظهر منه شيء بسيط تبغضه في الله. دي طبعا الأسباب الباعثة على الغيب. أما صفات المغتاب الذي يغتاب غيره، فيه صفات ذميمة، فهو حقود عديم المروءة، مفتخر، يعني يفتخر بنفسه
لأن الذي يذم الناس كأنه يمدح إيه؟ نفسه. يعني عايز أقول إن أنا لست إيه؟ متصفاً بهذه الصفات. وعايز يقول له إيه؟ يعني طب وأنت؟ زي ما قال الشاعر إيه؟ أيها العائب أفعال الورى، أرني بالله ما تفعل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى وقل ذا أكمل. إن يغب عن عيني سار قمر فحرام أن يلام المشعل. اصبح يعني إذا غاب القمر ما تلومش المصباح، لأن المصباح هينور. فدايما طبعا الذي يتاجر في الغيبة ويتكلم يعني تراه إيه؟ لا يفعل شيئا. فالقوال لا يعمل، والذي يعمل لا يقول. كان سيدنا عثمان يقول رضي الله عنه: الإسلام أحوج إلى عمال منه إلى قوال. يعني يحتاج للذي يعمل ولا يقول، أما الذي يقول ولا يعمل فهذا كثير. فالمغتاب حسود مرائن غافل عن الله تعالى، غافل عن عيوبه هو، لأنه لو نظر في عيوبه ما اغتاب أحدا. يعني قبل ما يتكلم، طب هل أنت بريء من هذا العيب؟ ولذلك سيدنا الحسن البصري يقول: لا يستحق أحد حقيقة الإيمان حتى لا يعيب الناس بعيب هو فيه، ولا يأمرهم بإصلاح عيوبهم حتى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسه. فإنه إن فعل ذلك لم يصلح عيبا إلا وجد عيبا آخر يريد أن يصلح، وبذلك ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. ده الأساس. يعني الحسن البصري أسس عليه قضية الغيبة. لا يستحق أحد حقيقة الإيمان حتى لا يعيب الناس بعيب هو فيه. المفروض ما تقولش عن فلان ده مهمل أو كذاب أو غشاش أو كذا أو كذا، إلا إذا كنت أنت إيه؟ خالي من هذه العيوب. وهو فاسق لأن الغيبة من الكبائر. هي عدل ورود الوعيد عليها، الوعيد الشديد على الإمام ورد فيها الوعيد، يبقى تعرف إن دي من الكبائر. مضيع لحسناته، هيجي الحديث هنقوله. مضيع لحسناته لأن من اغتابه يأخذ منها. مشكلة كبرى طبعا. معنى ذلك ان الغيبة مش هتخلي لك ولا حسنة، لانها من حقوق العباد، وحقوق العباد دي ما ينفعش فيها الاستغفار او كثرة العبادات، ما ينفعش، ما ينفعش منها الا التحلل، طلب السماح من صاحب الغيبة. وإن لم تتحلل المقاصة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. نعم؟ لا لا، ولا كفارة المجلس، أصل دي من حقوق العباد ليس من حقوق الله، من حقوق العباد خطيرة. هيجي في الآخر نقول إيه؟ الاستغفار للمغتاب، اللهم اغفر لي و
ولأصحاب الحقوق عليه. اللهم اغفر لي وله، يدعو له بالمغفرة. حامل لسيئات غيره، يعني يضيع الحسنات ويأخذ مكانها السيئات. قال مشيع على المسلم ما ليس فيه من أجل أن يعيبه، لأنه في الغالب أن المغتاب يذكر العيوب الموجودة في الشخص وغير الموجود، يعني يضيف عيبا على عيب أو عيوبا على عيب. في الغالب، في الغالب يضيف ويزيد. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في هذا الأمر. روى الطبراني بإسناد جيد قال عليه الصلاة والسلام: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. وفي رواية: أقعده الله بعظم من النار حتى يأتي بنفاذ ما قال، أي أقعده الله بمكان عظيم في النار حبس فيه حتى يأتي بنفاذ ما قال. يعني انت ادعيت شيئا على اخيك المسلم فلا بد ان تأتي بالبراءة، ولن يستطيع في الآخرة، هيبرر ازاي؟ وفي رواية: أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. علشان الوعيد الشديد ده قال العلماء إن الغيبة من الكبائر. يعني المغتاب يحبس في النار في مكان عظيم حتى يأتي بالدليل على ما قال. إيه الدليل على الاتهام؟ لأن البينة على المدعي، هذا يأتي بنفاذ ما قال. البينة على المدعي، أين بينتك؟ ولذلك لما واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن فلانا زنى وهو قد رأى، أو أن فلانا وفلانا زنيا، فقال إيه؟ هلا سترتهما بثوبك؟ فإن الله ستير بحب الستر. لأنك أنت وحدك، يعني المفروض ما تقولش، يعني هتجيب منين ثلاثة تاني؟ يبقى المفروض تسكت. المسلمون في هذه الأيام يقعون في الغيبة والقذف معا. بإيه؟ بالظن والسماع. يعني لو يجي واحد مثلا طالع من البيت وما لهش مثلا صلة بيه يقول لك لا ده فلان دخل وعمل وسوى وكذا وأظن كذا وكذا ولم يرى بعيني شيء. يألف. أو امرأة خارجة من البيت مثلا هو يعرفها يقول عنها كذا. طبعا هذا الكلام، طبعا الكلمة هنا قذف،
يستحق عليها 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسق. يعني الغارقون في الفسق تعبير صعب وأولئك هم الفاسقون. هذا التعبير عندنا في البلاغة يعني من الغارقين في الفسق المنغمسين فيه. ازاي؟ بالعزم. ما قالش فسق أو يفسق، قال فأولئك هم الفاسقون. يعني أن هذا وصف يعني ملازم له لا ينفك عنه. ولذلك القذف من الحدود التي لا شفاعة فيها. يعني لو المقذوف قال أنا سمحت، الشرع ما يسقطش الحد، لابد أن يجلد 80 جلدة. شوف ازاي؟ لأنه من حق الله تعالى. دي محافظة على الأعراض، محافظة على أعراض الناس. زي السرقة، على محافظة على أموال الناس، لأن الناس ممكن يتهاونون في الأموال والأعراض، لكن الله لا يرضى عن ذلك. لذلك ممنوع الشفاعة في إيه؟ في الحدود. المفروض اللي يلاقي واحد بيتكلم في مثل هذه الاشياء الاعراض دي بالذات لابد ان يزجره زجرا شديدا. ما يسمعش الكلام، يعني يعرف الحب ويهمل ويمشي وما يقعدش معاه. لانه في ناس متخذه هذا الامر تجاره يتاجرون فيه. هذا لا يجوز الجلوس معهم. وإلا القرآن قال إنكم إذن مثلهم. يعني سوى بين الذي يخوض في آيات الله والذي يسكت. الكلام ده نزله يعني المولى في التوراة والإنجيل والقرآن كما قال، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الأمر السابع، أثر الغيبة على العبادة. خلي بالك ده موضوع صعب، صعب جدا. أثرها على العبادة. يرى بعض الفقهاء أن الغيبة تبطل الصيام، فإن لم تبطله نقصت من ثوابه. تبطل الصوم يعني يعيده مرة أخرى. وده رأي قالته السيدة عائشة والحسن البصري وعطاء بن جرباح. يعني قالوا إن الغيبة تبطل الصوم بمعنى توجب القضاء. أما جمهور العلماء على أنها تنقص الثواب. لأن كان في ثواب. لأن الغالب أن الثواب هيروح للموتى. وبعدين من لم يدع قول الزهد والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشربه. روى الإمام أحمد حديثا وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. في المرأتين اللتين كانتا تغتابان أثناء الصيام. واحد قال له إن هاتين امرأتين صامتا
حتى كادت أن تموت من العطش. فأعرض عن ذكرهما صلى الله عليه وسلم، فذكرهما الرجل الثاني، فقال ائتني بهم، فجيء بهم، فأمرهما أن يستقيا. قال فقاءتا دما ولحما عبيطا، لحما خالصا لازم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهم، وأفطرتا على ما حرم الله عليهم. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. شوف، لحم، قاءتا لحما ولحما عبيطا يعني لحما خالصا، ودما وصديد في إناء. ده تمثيل عملي، عملي لتفسير الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وكان عطاء ابن أبي رباح من كبار علماء التابعين، فقيه المناسك في الحج، يرى بطلان الوضوء والصلاة والصيام بالغيبة، يعني يحكم بالإعادة. بطلان بمعنى فساد العبادة. قال: وحسنات المغتاب تنقل إلى من يغتابه. يقول الحسن لرجل قال له: لماذا تغتابني؟ أنت لست عظيما حتى أحكمك في حسناتي. واحد يقول لسيد الحسن: لماذا تغتابني؟ وهو لم يغتاب سيدنا الحسن البصري. قال له: أنت لست عظيما عندي حتى أحكمك في حسناتي. عايز يقول: أنا جبت سيرته. أنت لست عظيما حتى أحكمك في حسناتك. تقول إيه؟ آخذ من الحسنات، ولا إما يأخذ من السيئات يروح لي عنده. وروي عن الحسن رضي الله عنه أن رجلا قال له: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه رطبا على طبق وقال له: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. يعني طبق الرطب ده يعني بس ده بعض الحق، لكن الحسنات دي عظيمة جدا، ما اقدرش أكافئك عليها ولا بجرم تمر. لما ده بعض يعني بعض من الإكرام، عشان أنت أهديت إلي حسنات فأنا أحببت إيه؟ أن أكافئك بعض المكافأة. ده طبعا يعني تعليم عملي من سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، رسالة التابعين. يعني هكذا كانوا يعيشون يعني في الآخرة، في الدار الآخرة، متصور إنه إيه اللي هيحصل يوم القيامة في القنطرة بين الجنة والنار، وأنه لا بد من المقاصة قبل دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. اللي ليه حق لازم يأخذ، يعني اللي من أهل النار وله حق عند حد من أهل الجنة لابد أن يأخذ حتى وإن دخل به النار، والذي له حق من أهل الجنة عند واحد من أهل النار لابد أن يأخذه منه قبل إيه؟ أن يدخل النار. فالدار الآخرة دائما إيه؟ في مخيلتهم، لا تغيب عنه، كأن الجنة والنار أمامه وملك الموت وراه هيقبض روح الآن. هكذا يعني في تعاملهم كانوا هكذا.
عقابها عند الله. دي أثرها طبعاً على العباد. الغيبة دي هذه اللي تأكل الحسنات. يعني في ناس يرون حديثاً يقوم الكلام في المسجد فإن يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. لا، هذا ليس حديثاً. إنما اللي بتأكل الحسنات بالفعل هي الغيبة. الحسد والغيبة. الحسد طبعاً يقوم، والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي رواية حتى كما تأكل البهيمة الحشيش. ده الحديث الصحيح. فأثرها على العبادة أنها تضيع الثواب عند الجمهور، وعند بعض العلماء تبطل العبادة. ما بالك ببعض الناس في الحج وفي الحرمين الشريفين يغتابون الناس، يغتابون الناس الذين معهم في الحج أو في البلد، يعني كأنهم يجلسون تحت الحائط وهم في الحرم، يعني بدلا من أن يتقرب إلى الله بالذكر وقراءة القرآن وقراءة قل هو الله أحد، أو يقضي ما عليه من صلاة، أو ينظر إلى الكعبة عشان يأخذ 120 حسنة للناس دي من كل يوم على البيت. لا، ده قاعد في معصية. يعني المفروض إما أن ينظر إلى الكعبة، وإما أن يصلي، وإما أن يطوف، وإما أن يقرأ القرآن يعبد وهو في الحرم. لا، تجد كثيرا منهم يعني يغتاب بعضهم بعضا. طبعا السيئة في الحرم مضاعفة، قيل ب100,000 وقيل مرتين، يعني تضاعف مرتين. مرة لأنها سيئة، ومرة لانتهاك حرمة الحرم، وما أعظمها. طبعا شوف القرآن قال عن إرادة السيئة في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نذقه من عذاب، مجرد الإرادة، فبلك بالفعل. يعني يذاق العذاب الأليم بالإرادة، بإرادة السيئة، يعني ينوي أن يؤذي مثلا فلانا، أو أن يقتل فلانا، أو أن يسرق فلانا. يعني هذه إرادة، إرادة للسيئة، اللي هي العزم المصمم، يعني مش مجرد الخطور بالبال. لا، عشان طبعا حديث البخاري إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن المراد بالإرادة هنا اللي هي العزم المصمم، يعني نوى الفعل أو فعله، يعني نوى ثم فعل. ما هو الشيطان يجي يقول له ايه، قول فلان وفلان عمل كذا وكذا، فيقول يروح جاي منفذ الكلام بسرعة. ولذلك نرجع نقول زي ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: المسافر كثير والحاج قليل، والمصلي كثير والمقيم لها قليل. ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال في الحج: الحج أشهر معلومة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ايه رايك عاد في الناس يوم عرفه وفي منى وفي ايام الحج؟ وعم يبقى في ابتلاء واختبار من الله، لان يعني الحج عباده شديده ورهيبه، يعني في ادائها صعبه، يعني سنة بيتعرض فيها لمضايقات شديده جدا. ما كانش واحد فعلا فوق الحليم يعني يفقد ايمانه.
مش يفقد ثواب الحج، يفقد الإيمان. لذلك في ناس تسب دين الله في الحج. يعني لو مثلا ده يجري على الاوتوبيس عشان يركب ويجي واحد سببه او ضايق كده، وعدد كبير يعني مش قليل، كثير جدا. جات تشوفها بعينين يعني. طيب بالله عليك، يعني لو لم يخرج من بيته كان احسن. وده كله من جهله، انه يعني قبل ما يمشي من هنا ولا عارف الحرم ولا آداب الحرم ولا خصائص الحرم، ولا عارف مثلا يعني ايه اللي يجب ان يتحلى به في اداء العباده دي بالذات. كل ده ما عندوش، هو رايح يشتري لقب علشان يكتبه في اليافطه الحاج فلان بس، هو المسافر فلان بلاش الحج، عشان هو لم يحج، لأن الحج هو القصد إلى معظم، وهو لم يعظم المعظم بل سب دينه، يبقى حج هذا لم يحج. عقابها عند الله الأمر السابع للغيبة، انتهاك حرمة أخيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. في بعض الروايات غير الإمام مسلم يعني، وأن يظن به السوء، وأن يظن به السوء. وروي في حديث ضعيف أن الغيبة أشد من الزنا، في رواية ضعيفة إياكم والغيبة فإنها أشد من الزنا. قيل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن الزاني إذا تاب تاب الله عليه، وأما المعتاب فلا يتوب حتى يغفر له صاحبه. من هنا كانت أشد الزنا في إيه؟ في أنها لا يغفر لصاحبها حتى يغفر له صاحبه الذي تاب. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من سماع الغيبة. السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت عن صفية إنها قصيرة، حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حسبك من صفية كذا وكذا. شوف، يعني أن هذه الكلمة غيبة، كلمة قصيرة، لو وضعت في ماء البحر لأنتنت. البحر كبير طبعا، لكن شوف الأثر، يبين لها الأثر، أثر الغيبة، وأنها من عفونتها لو وضعت في البحر لتعفن البحر. نعم، مع انها سهله قصيره في اسمها حاجه بسيطه. اي واحد طبعا يستسهل كلمه قصيره، يراها انها يعني اهون شيء، ولكن طبعا هي غيبه. ليه؟ لانها ذكرك اخاك بما اكره. يعني مثلا
القصير أو الطويل أو الأحول أو الأعور أو الأعرج. لو أنت مثلا قلت هذه الكلمة على سبيل التنقيص لغضب وكره ذلك ولا يحب أن يسمع هذا صاحبها. أشد طبعا أشد، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن تصفير الوجوه، نهى عن تصفير الوجوه صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعني لا يستهتر بالكلام، يقولش الواحد أنت كذا وهو يكره ذلك. غير المسلم العلماء ما ذكروش يعني غير المسلم، لكن يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ذكرك اخاك، هو المراد بالاخ الايه؟ المسلم. لان الكافر كالفاسق لا حرمه له، الكافر كالفاسق لا حرمه له. هيجي حكم يعني ايه غيبه الفاسق. التعبير بالأخ بيخرج طبعا الكافر، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. بعدين كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأن يظل به السلام. وحديث السيدة عائشة رواه أبو داود والترمذي وقال حسن مسلم، وجعلها القرآن كأكل لحم الميت في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، يعني هو قام والرجل ذكر فيه سوءا بعد ما شهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل. تخلل يعني نقي ايه؟ يعني نقي فمك بالخلة. الحديث طبعا نقوا افواهكم بالخلال فانها مجالس الملائكة، اللي هو التنظيف السواك طبعا معروف، والخلة اللي هي يعني زي سبلة قمح كده نضب بها بين الاسنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخلل فقال ومما أتخلل وما أكلت لحما، لأنه غالبا الخلة هي بتستعمل بعد أكل اللحم عشان يطلع النسير. ليش ها؟ ها؟ قال إنك أكلت لحم أخيك، إنك أكلت لحم أخيك. يديله مثال اسم علشان يعرف انه الامر عظيم. رواه الطبراني ورواته رواته الصحيح هذا الحديث. وفي حديث مقبول ان المغتابين يؤذون اهل النار برائحتهم ومنظرهم القبيح زيادة على ما هم فيه من الأذى. يعني أهل النار يتأذون بالمغتاب الذي وقع في البيت من رائحته ومنظره القبيح، من رائحته ومنظره القبيح. جاء في الحديث أيضا أن لحم الميت يقرب للمغتاب ويقال له كله ميتا كما أكلته حيا. كما جاء في حديث رواه ابن حبان في صحيح أن أكل جيفة الحمار
أهون من الغيبة، أهون من الغيبة، جيفة الحمار، يعني حمار ميت ومتعفن، الأكل منه أشد، أو الأكل من لحم الأخ أشد من إيه؟ من جيفة الحمار. عافانا الله جميعا هذا البلد، وليحفظ ألسنتنا منها يا رب إن شاء الله. ذلك الإمام البخاري قال: ما اغتبت أحدا بعد أن علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا بعد أن علمت أن الغيبة حرام. وجاء في حديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسراء على قوم يأكلون الجيف، فقال: من هؤلاء جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني هذا عذابهم. طبعا ده المثال اللي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، يعني رآهم يأكلون الجيفة. وحديث أبي داود أن المغتابين لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، كما رآهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أيضا، يبقى رآهم في صورتين. الصورة الأولى اللي هي لهم أظفار من نحاس يخمشون إيه؟ بها وجوههم. والصورة الثانية رآهم يأكلون إيه؟ لحم الجيف والعياذ بالله. طبعا دي من الآيات الكبرى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء. دي أجزية، أجزية للعاصين، يعني الأجزية التي تنتظر العاصين يوم القيامة أو في البرزخ. وفي حديث رواه الإمام أحمد أن ريحا منتنة ارتفعت، فأخبر النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رائحة الذين يغتابون المؤمنين، يعني أخبره جبريل أن هذه المسألة عن الرائحة دي، قال: هذه رائحة الذين يغتابون المؤمنين، ولذلك يتأذى منها أهل النار. وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أي يعذب من فيهما، ووضع عليهما جريدة عسى الله أن يخفف بها عنهم، وذلك من أجل الغيبة والبول، أو في النميمة والبول. يعني الحديث بروايتين، يعني في رواية الإمام أحمد الغيبة والبول، في الصحيحين أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستبرئ أو لا يستنزه من بول. ثلاثة إيه ألفاظ. ولذلك يعني ورد أن عذاب القبر ثلاثة أسلاس: ثلث في الغيبة، وثلث في النميمة، وثلث في البول. يعني الغالب على عذاب القبر الثلاث حاجات دول، وفعلا هم دول يعني الأشياء الشائعة بين الناس: الغيبة، النميمة، البول، وعدم الاستنزاه من البول، يعني ما يتأكدش في الاستبراء أو لا يستتر، زي ما بعض الناس داخل الفضاء ويكشف عورته ويبول. أو لا يتقي رذاذ البول، يعني أحيانا مثلا يبول
واقفا، فرذاذ البول ياتي على رجليه او ثيابه. يقول لك دي رؤوس مسامير بسيطه، رؤوس ابر. طب وماله رؤوس الابر؟ لكن نجس. ويروح يسال، طب مثلا رش ميه على رجليك، غير مثلا الثوب اللي انت شكيت فيه، هذا عدم الاستنزاف من البول. ها؟ لان القران امر بها، وثيابك فطهر. ها؟ وثيابك فطهر. ولا يقبل الله صلاة احدكم بغير طهور. لا بد. الطهور شطر الايمان من ايه؟ من كده؟ التهاون. الأمر الثامن بالنسبة للغيبة عدم المشاركة فيها. فمن سمع شخصا يغتاب غيره لا ينبغي أن يوافقه ويسكت ويركض. فالله تعالى يقول في شأن الصالحين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني ابتعدوا عن مجالس اللغو، مروا كراما، لم يشاركوا فيها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فيهم. ويجب الذب عن عرض أخيه، يجب الدفاع. فقد جاء في حديث رواه الترمذي وحسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. شوف الجزاء، اللي بالك الجزاء، عظم الجزاء على عظم العمل. ده دليل على أن القيامة الدفاع عن الأخ المسلم عظيم عند الله، ولذلك كان الجزاء عظيما. رد الله عن وجه النار يوم القيامة. يعني لو جاءت تحرقه لوكل الله ملكا يبعده عنها ويبعدها عنه. وورد كمان: من ستر عورة فكأنما أحيا موءودة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الحديث ده في الحافظ المنزلي في الترغيب والترهيب، هو حديث صحيح. شوف، فكأنما أحيا موءودة. شوف الوقت وعظمه عند الله وشدته. يعني تفني البنت حية، يستر العورة، يعني يستر عورة أخيه المسلم، يرد الغيبة عنه ويستر عيبه، كأنما أحيا هذه الموقوت. طبعا ثواب عظيم. هناك طبعا ما يباح من الغيب، ما يباح من الغيب. إذا كان ذكر الإنسان غيره بما يكره محرما لأنه غيبة، فقد تكون هناك حالات يجوز للإنسان أن يذكر عيوب غيره، لا من أجل التحقير والاستهزاء والتسلي بذكر العيوب، ولكن في مثل التظلم لنيل الحق وعرض الظلامة لذكر ما يكرهه الظالم. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا
من ظلم حيث لا ينال الحق إلا بذلك، إلا بذكر الظالم بالرشوة أو التباطؤ في العمل أو السرقة. يذهب إلى القاضي يقول فلان سرق مني كذا وكذا، لكن ما يجيش واحد مثلا غير مظلوم ويجي يقول أنت ما سمحتش، فلان سرق بيت فلان، لا لأجل شيء إلا للاستنقاص والاستهزاء وفضح هذا الشخص بس. لكن صاحب الحق يجي يقول ويذكر فلان في الليل دخل وأخذ كذا وكذا سرقة، هذا من حق، لأنه لو ما قالش يضيع الحق. شكرا. أو واحد مثلا طلب منه موظف رشوة، فراح لصاحب العمل رئيس العمل وقال فلان أراد أن يرتشي مني وطلب مني مالا بالفعل، فدي ليست غيبة. أو راح يبدي مصلحة مثلا، فتباطأ الموظف في العمل فراح شكاه لرئيسه قال فلان يعني لا يريد قضاء المصلحة، جيت له مرة واثنين وثلاثة وأربعة وهو لا يريد أن يقضيها، هذا برضه ليس من الغيبة في شيء وليس من الفتنة. يعني بعض الناس يجي في الحلال يحل وفي الحرام يحل، كيف هذا؟ واحد يقول لك أنا ما أقدرش أقول لمدير العمل ده كذا وده كذا، أنا ما أعتبر هذه فتنة، لا، هذا لصالح العمل. حتى يأخذ على يده، لأنه ده يعني بيده التغيير، يغير بيده، يديه لفت نظر، يديه خصم، يديه فصل، ها؟ يعني ينبه عليه مرة واثنين وثلاثة، يكتب في المذاكرة يفصل ده خلاص لمصلحة العمل. يبقى كيف عدي حرام أو فتنة؟ أو يقول لك إيه؟ قطع عيش، ما اقطعش رزقه وعيشه. ما أنت هتقطع رزقه الحرام، ها؟ لما تقطع رزقه الحرام تبقى أنت خدمته. ليه؟ لأنك حميته من النار. شفت إزاي؟ ها؟ أنت كده رددت الشر عنه، حميته من النار عشان ما يكونش حرام. الإنسان يعني لما يقسو على واحد يعني من أجل مصلحة العمل أو من أجل حمايته من النار فهذا من المحسنين، يعني أحسن إليه في الحقيقة، وإن كان في الظاهر أذى لكنه في الحقيقة إحسان وخدمة. ها؟ يجي صاحب العمل يكتب فيه مذكرة أو ينبهه يدي لفت نظر، يبدأ يبتعد عن الرشوة، يبتعد عن التباطؤ في العمل، يخلص فيأكل حلال. يبقى أنت كده إيه؟ بهذا التبليغ أحسنت ولم تسن. وفي الحديث إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق، ده حديث البخاري ومسلم. يعني لما واحد كان بيطالب واحد من الصحابة يعني بدين وصوته عالي عليه، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهما وقال للذي عليه الحق إن لصاحب الحق مقالا دعه فإن لصاحب الحق. وفي الحديث طبعا في البخاري ومسلم برضه ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
حديث البخاري ومسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. يبقى انت لما تروح تشكو مثلا غنيا مماطلا عند احد مثلا ياتي بالحق فهذا ليس من باب الغيب. لانك انت بتحجزه عن ظلم. وروى ابو داود ان سعيد بن ماجه باسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عقوبته وعرضه. لي الواجب اللي هو مطل الغنيه، لي الواجب اللي اللي هو ايه يعني يوعد ويخلف يعني يتلوى عند المطالبه، يقول له غدا وبعد غد وبعد الفرج وبشر الصابرين، كل مرة يقول له حاجة. لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، يعني القاضي يؤدبه وذكره عند من يأخذ على يده لا غيبة فيه، هذا معنى يحل عقوبته ايه وعرضه. لي الواجب ظلم من باب الظلم يعني. ايوه، ما هي زي مطل الغني ظلم، الحديثين زي بعض، مطل الغني ظلم زي لي الواجد ايه يحل عقوبته، لي الواجد ظلم. بس اهم حاجه يعني ما يفضحوش بين الناس الذين لا يحلون ولا يربطون، انه مجرد يتفكه في المجلس بيه يقول فلان اخذ مني دين وقعد يجي 6 أشهر وفي الاخر قعد كل شويه يديني الجزء منه لما خلاه عنده يجي 2 سنين. طب بعدين حد هيقوم يكلمه؟ حد هياخذ على ايديه؟ مفيش حد. طب قلت ليه؟ لا، دي الغيبه، دي اللي هي ايه؟ الغيبة. وانت عشان ما تضيعش ثوابك اعمل بالآية: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان كان قادر يبقى هو ظالم، فان كان هو ظالم لي فلما تيجي تغتابه بين الناس يبقى يعني كده ايه الحسنات بتاعتك هتروح. ومنها من الاشياء المباحه في الغيبه التوسل بالغيبه لازاله منكر، وذلك بالدلاله عليه، كما بلغ زيد بن ارقم، بلغ زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أبي بن خلف، بلغوا إيه؟ قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ سيدنا زيد لأجل إزالة المنكر ومعاقبة عبد الله بن أبي بن سلول عنه. وسيدنا عبد الله بن مسعود بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عيب بعض المسلمين قسمته للمال، بعض الناس المسلمين الذين آمنوا بألسنتهم ونمتهم قلوبهم عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه القسمة في المال، فبلغه سيدنا ايه عبد الله ابن مسعود. فده اسمه تبليغ الغيبة، يعني تبليغ الشيء ده الغيبة المباحة لأجل إزالة المنكر. والضرب على يد ايه الظالم. كما تباح الغيبة للفتوى، فقد قالت هند بنت ايه أبي سفيان، هند زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح.
لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف صلى الله عليه وسلم. يبقى هي استفتت، فذكرت طبعا زوجها بعيب، بعيب يكره، بعيب يكره، فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مباح. ولما استشارت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن معاوية وأبا الجهم خطباني، الاستشارة دي يبقى الفتوى والاستشارة، فما تقول يا رسول الله يعني في أيهما تزوج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ أما معاوية فصعلوك لا مال له، مش معاوية بن أبي سفيان، معاوية تاني. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء. يعني لا ده ولا ده. فده برضه أظن يعني اللي استدلوا به العلماء على جواز الغيبة عند الاستشارة. واحد يشاورك مثلا في زواج أو في جوار أو في مشاركة، إيه رأيك فلان ده يشاركني في شركة، شركة مالية، يقول له لا فلان ده مثلا غير أمين، أنا جربت، أو يأكل الدين أو خائن، بس يكون متأكد من هذا، جربه يعني، أو مماطل، أو يأكل الربا مثلا، أو لا يصلي، ما دام ما بيصليش يبقى لا دين له، وهكذا، يبقى لا تكون أمينة في هذا، كذلك في خطبة لأختك أو لبنتك، فلا بد أن المستشار مؤتمن، يبقى لا بد أن تذكر له ما فيه، ما فيه هو جاي يسأل عن العيوب مش المزايا، المزايا قد يعلمها هو، أما العيوب دي لا يعرفها إلا الجار الذي يعرف المدخل والمخرج، الجار البعيد ما يعرفش. يعني دائما المشاورة بتكون في العرض، في المصاهرة والزواج، أو في البيوت هيسكن بجواره، هل ينفع جاره ولا ما ينفعش، أو يشاركوا في الأموال، يبقى لابد أن أن تكون صادقا فيما تقول، ولا غيبة في ذلك، لأن المستشار مؤتمن، فلو كتبت أنت العيوب التي يتأذى بها المستشير وأنت خائن كنت الأمانة، المستشار مؤتمن، يبقى من الأمانة أن يؤدي الشهادة، لأن دي شهادة، هذا رجل صالح أو غير صالح، يستحق المصاهرة أو لا يستحق، يستحق المشاركة أو لا يستحق، يستحق المجاورة أو لا يستحق، يبقى لابد أن تصدق ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دم أنت يعني شهيد، لابد أن تذكر ما فيه، لأنه هيرجع عليك المستشير ده، لو أنت يعني عملت له من البحر طحينة، قلت ده من أكابر الصالحين وده كذا وكذا، فصاهروا أو شاركوا أو جاوروا، اللي جه على العكس هيقول لك انت محدش غرقني الا انت، حسبنا الله ونعم الوكيل، يحسن فيك عشان انت خنته، لابد من الصدق في هذا، ولا غيبه ولا غيبه.
ايه رايك فلان يا مرت ما يقعد ليل فاجر على الكهرباء، حشاش بناج عم يلف الحشيش والبن. ها ما تديش، ها ما تشاركوش. ايه رايك احط له، احط عنده فلوس وديعه؟ اوعى يبقى مش هتشوفها الا يوم القيامه. ها ليه؟ في ناس بهذه الطريقه يعني، فلا بد ان تكون واضحا في هذا. اذا ما كنتش عارف عنه شيء قل الله اعلم، لا اعرف عنه شيء. يعني ما تقولش اظن، لا هو عايز اليقين، مفيش حكايه الظن دي. أقول له مستور الحال لا أعرف عنه شيء. وقد ذكر الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكسر من الصلاة والصيام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. هذا برضو إيه؟ ده يعتبر استفتاء، يعتبر استفتاء. عايزين نعرف الحكم، يعني هل تنفعها الطاعة أو لا؟ قال هي في النار. ولم ينكر عليهم أنهم عابوها. ومنها التحذير، الاستفتاء والمشورة والتحذير. كقوله صلى الله عليه وسلم حينما طرق الباب عليه واحد من الناس فقال ائذنوا له بئس اخو العشيره، حديث يعني. عيينا بحسن الحزام، عيينا بحسن